طبعا شوف هذا شكل المفتاح الجديد، فيها تشغيل عن بعد. هذا زر البصمة يا شباب الستاندر، كي قد ينزل 2017. هذه هي ستاندر. طبعا ركبت الطبلون النصفل وركبت اللايتات، وهذه مرايه التعتيم. المهم يشيك في قناتي رجال ويشوف هذا المفتاح. طبعا يعطيك مفتاحين سبير، بعدين اعطيكم الضمان واعطيكم شروحات ان شاء الله خلال يومين من الان ان شاء الله او نهايه الاسبوع. خلاص هذا شكل المفتاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا اخوان تم تركيب اللايتات الداخليه، ما شاء الله تبارك الله. تم تركيب زر بصمه زي ما انتم شايفين، ولع النور. طبعا هذا موتر ستاندر، لما بشترك يرجع يشوف الشروحات كيف. هذا زر البصمه يا شباب. طبعا لغينا المفتاح اللي كان هنا، لغينا المدخل، ركبنا زر البصمه زي ما انتم شايفين. هذا الريموت الجديد يا شباب، نفس الريموت الكيا اوبتيما تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الشاشه ما شاء الله تبارك الله فيها معلومات المكيف، التحديثات الجديده ما شاء الله تبارك الله. هذه هي هنا تحكم السائق والراكب زي ما انتم شايفين، تعرض لدرجه الحراره هنا ودرجه الحراره هنا. طبعا شباب الميزه اللي خليني ارقي الشاشه، اول شيء شكل الرسوميات افضل، ثاني شيء اصدار الشاشه افضل، تجي اكبر شويتين. طبعا يا شباب للامانه انا ما اشوف فيها فرق، للامانه ما فيها ذاك الفرق يا شباب، ما فيها ذاك البروز يعني على الديكور. يعني ما شاء الله تبارك الله جاي على نفس الحواف حقه المكيف ما شاء الله، يعني شكلها كويس للامانه والله ممتازه، مره حلوه ما شاء الله، عليه ضمان سنتين ما شاء الله تبارك الله. بقول لكم ان شاء الله ريفيو كامل فين شريته وكيف ركبت، هذا ريفيو سريع عشان لعينكم يا شباب. هذا من ورا يا شباب تقريبا تم التركيب زي ما انتم شايفين. طبعا طيب الان تشغيل السياره الان. هذه تشغيل السيارة عن بعد يا شباب. هذه فكرتها يا شباب بشكل مختصر. طبعا يا شباب اذا بغيتم المكيف يشتغل لازم تخلي المكيف شغال وتطفي السيارة، تجي تشغلها تشتغل المكيف، بس انا ما انصح بالطريقة هذه، الغيها نهائي لانه راح تخرب عليك الكمبرسور مع الوقت. خلاص يا شباب هذا يا شباب كان ريفيو سريع، وان شاء الله راح نعطيكم شرح مكثف عنها، كيف طريقه استخدام الريموت، واعطيكم مميزات وعيوبها، هل في مشاكل بتواجهني ام لا. طبعا لسه تو مركب الجهاز، وهذا هو زر البصمه هذا ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله اعطيكم ريفيو كامل عنها باذن الله يا شباب.